احنا معظم المعادلات اللي تعودتوا عليها وحليتوها ما اظنش مر عليكم يمكن ترانسندنتال ايكويشنز مر عليكم شيء زي هيك. طيب الجبريك ايكويشنز عندي مثلا لو عندي معادله ومعروف فيها A و B و C، هاي المعادله بتعرف تحلوها، هاي بنسميها الجبريك ايكويشنز. I can express in closed form، رح نسمع التعبير closed form، او احيانا نستعمل analytical equation. In closed form إذا عندي closed form أو algebraic. Closed form يعني الآن بقدر أعبر عن X أحطها مباشرة وأحلها بدون ما أعمل iteration، بدون ما أعمل numerical calculations وحلول. عندي هون مباشرة بعرف إنه X بتساوي minus B plus minus B square minus 4AC على 2A. مش هيك الكل مر عليه هذا واضح. هذه بنسميها algebraic form. يعني عندي معادلة طلعتها مباشرة، طلعت منها X وX عبرت عنها هذا، وبعد بإمكان الآن أعوض تعويض مباشر. هاي بنسميها algebraic equation أو closed form equation. الحلول الحل عادة بنفضل إنه الحل، طبعا إذا بدنا نحل بنفضل إنه أقدر أطلع ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 اللي هم في الانفرس كينماتكس اللي بدي أطلعهم. مش إحنا شو بدنا نطلع؟ بدنا نطلع ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 استجابة للطلب اللي طلبناه إنه بدي X Y مثلا وزاوية فاي. ففي الحالة هاي هذه عندي هون واضح انها algebraic equation. لكن لو جينا اطلعنا على الايكويشن التالية، لو عندي A cosine theta plus B sine theta تساوي C. اوكي؟ لو جينا اطلعنا على هاي والمجهول هون ثيتا مش A و B و C، A و B و C constants معروفين، فمعروف انه هذا مثلا 3 و 5 و 7. كيف ممكن نحل هاي المعادلة؟ تان، هلأ تان بتزبط لو انه سي زيرو. اه اوكي، انت اللي بتقولي لو كان سي زيرو بقدر اقول وقتها A كوساين ثيتا بتساوي ماينس B ساين ثيتا، وبصير عندي بعدين تان ثيتا مش هيك بيساوي A على B ماينس، مظبوط، وبتطلع بعدين بصير عندي ثيتا بتساوي أرك تان أو تان ماينس 1 ماينس A على B، وهون بزبط معي مش هيك؟ بيطلع معي هاي. لكن لو سي نون زيرو شو بصير عندي؟ ما بتزبطش، ما بقدر اعمل. نعم مش دائما يمكن تفهم وين هاي الحاله. تمام، ايش كمان؟ ايوه مهند، بالربع المعادله دكتور بتصير كوساين سكوير وساين سكوير، ربع الجهتين يعني. ربع الجهتين. طيب لو ربعنا الجهتين بصير عندي A سكوير كوساين سكوير ثيتا زائد B سكوير ساين سكوير ثيتا زائد AB كوساين ثيتا ساين ثيتا، مضبوط، بتساوي سي سكوير. طيب ايش اعمل بعدين؟ هلا ما اقدر اتخلص من ساين وكوساين واحد منهم. ايش الغلط؟ لازم يكون هيك عشان يقدر نوصل. حتى اكمل اصدق. ايوه تفضل. بطلع كوساين وساين بدلات التان في لهم معادله، بعدين بعوض التان انها كانها متغير اكس، وبعدين تمام. وين اخذتي هذا؟ تمام اوكي، هاي احد الطرق، احد الطرق اني اعمل سبستيوشن واحول المعادله ترانسندنتال ل الجبريك ايكويشن. بنعوض تان نصف الزاويه مش هيك؟ تان نصف الزاويه هاي يو بتساوي تان ثيتا على 2، هاي احد الطرق. بس الطرق التقليديه اللي انتم بتعرفوها ما تقدر تحلوها. هلا ممكن احلها نيوميريكلي؟ ايوه تفضل. ممكن ارسم كوساين ثيتا وسي ماينس بي ساين ثيتا واشوفهم، بدك تحلها جيومتريك. جيب لي التفصيل، بس جيب لي التفصيل اللي مرتب اشوفه المره الجايه. اوكي، غير طريقه السبستيوشن كيف ممكن احلها على بي على بي سي لو عندي لابتوب او برنامج؟ نيوميريكال كيف؟ احكي لي ايش بعمل؟ ببدا بقيمه معينه. طب بقيمه من انيشال فاليو مثلا، بحط انيشال فاليو لثيتا مش هيك؟ بحطه بعدين بحل بلاقي انه ما طلعش معي، بزيد بعمل اتريشن. الطرق الاتريشن اللي انت عملتوها خذ سي للجهه الثانيه، وهي بدك تشوف انها بتساوي زيرو، وبتبدا تحل بعدين تعمل البايسكشن ميثود او نيوتن راب. ما بعرفش نيوتن راب بتضبط معنا ولا لا، بس بقدر احلها بنيوميريكال ميثود. اذا في عندي نيوميريكال ميثود، بس ما بقدر احلها بكلوز فورم الا اني اعمل سبستيوشن. اوكي ماشي، الكل فاهم.